السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غندير معكم شباكية سهلة مهلة، شباكية بشكل جديد وكذلك يعني مكونات يعني اقتصادية، ما فيهاش شي قوام كتير بزاف. غادي تقدري ديريها ان شاء الله في هذا رمضان. اللي باقي ما لاتش شباكية غادي ديرها بهذا الشكل، هذا شكل جديد بلا ما تضيع الوقت بزاف في الشباك. هذه غادي تربحي مع الوقت، دغيا دغيا تصاوبيها، يعني حتى حد ما غادي يعاونك تطوبيها بوحدك، وغتساليها ان شاء الله وغادي توجديها يعني هذا النهار قبل رمضان. بالنسبه لطريقه التحضير جد سهله، كنحتاجو دقيق ابيض، كنحتاجو ملعقه كبيره ديال جوج معالق كبار ديال الزنجلان محمر او مطحون. بالنسبه للدقيق هنا عندنا نص كيلو، نص كيلو زايد شويه واحد 100 غرام تقريبا 600 غرام ديال الدقيق. الدقيق الابيض يكون ديال الحلويات، عندنا ملعقه معمره ديال الخرقوم بلدي، ملعقه صغيره. كما الزنجلان طحناه تقريبا تزلافه صغيره يعني جوج معالق كبار عامرين. عندنا القرفه كما شفتوا ملعقه كلها صغيره يعني ما عامرينش. عندنا النافع، تقدروا ديروا حبه حلاوه، حبه حلاوه كذلك ملعقه معمره، والملحه شويه كنخلطوهم في الدقيق. الا ما كانش ما كان يمكنش حبه حلاوه تقدري ما ديريهاش، المهم بتنسموها باي حبه حلاوه او نافع. عندنا ملعقه صغيره معمره ديال خميره الحلوه، وعندنا كذلك الزبده غنديروا ملعقه عامره كبيره ديال الزبده تكون في حاره المطبخ، كذلك الزيت. الا ما كانتش عندكم الزبده ديروا غير الزيت، حاولوا تعوضوها زيت. عندنا نص كاس ديال الزيت، ما كانتش الزبده غتزيدوا واحد كاس الى ربع ديال الزيت، ديروا كاس الى ربع ديال الزيت، زيدوا كميه الزيت وما ديروش الزبده. ولا كنتو بغيتوا ديروا غير بالزبده حاولوا ديروا واحد 3 معالق كبار ديال الزبده بدون زيت. المهم غادي ندخلوا اليدان مزيان في داك الدقيق باش تجيكم هشيشه، دخلوها مزيان. ومن بعد غادي نديرو الخل، عندنا ملعقه كبيره ديال الخل، اي جوج معالق صغار خل ابيض، وغادي نعجنوها غير بالماء الزهر. عندنا كاس ديال ماء الزهر عادي، ودفيوه شويه الا بغيتو تدفيوه، وغادي نعجنو ندخلو نديرو بشويه بشويه. المهم ما ترطبوهاش، حاولوا انكم ديروا بشويه تبقاو تدلكوا فيها، تجمعوها دخلوا داك اليدام وداك الماء الزهر مزيان، تجمعوها بيديكم وما تكثروش الماء بزاف، الماء الزهر بزاف، حاولوا انكم تجمعوها تجفوها جمعات صافي حبسوا. وكنجمعوها مزيان وغادي نخليوها ترتاح في صاف بلاستيك حتى كترتاح تقريبا، ديروها حتى ساعتين، المهم تخليوها ترتاح. ومن بعد قطعوها على حسب، تقدري ديري غير على جوج اولا ثلاثة بغيتي عندك، تقدري ديريها كاملة كاع، تقدري تسرحيها كاملة طويها بحال شكل مسمنة اولا تقطعيها الى اجزاء ديروها بحال شكل باش تجيكم مورقة، وكتجي مبوقة هكايا مفرقعة يعني كتجي خاوية من الوسط. كاملين سرحوهم وديروهم على شكل مسمنة وخليهم كذلك يرتاحوا واحد مرة، خليها تقريبا واحد 20 دقيقة ولا 15 دقيقة على حسب الوقت ديالك ولا نص ساعة. ومن بعد ناخذوا الاولى ونسرحوها، تقدروا ديروا هذيك الكرة كاملة كما قلت لكم وديروها على شكل مسمنة وتصوبوها دغيا ديك البلاصة واسعة، تسرحوها مزيان تصوبوا الشباكي ديالكم يعني تربحوا الوقت. درتها كما شفتوا ما تكونش غليظة وما تكونش رقيقة بزاف، كناخذوا الطابة ديال الشباكية، إذا كان عندكم ديروها، ما كانش عندكم ديروا غير بالجرارة. المهم هذه بلا جراره، الا ما كانتش عندكم ديروا هذه، ونحاول ان نوركم مزيان باش تقطع لكم، وديروا شويه دقيق في داك الطابع باش تقطع لكم. المهم الا ما كانش مقطع حاولوا انكم تجبدوها بيديكم، باش تجبد ديروا جراره. كنقطعوه حتى نصاوبوا المهم الشكل ديال الطابع كامل، العجينه كامله. ومن بعد كنشكلوها كما شفتوا الطابع، الا ما كانش ديروا الجراره الاخوات، ما تسقاتش ليهم الجراره مزيان يعني
ملي كيكون جاك شي متساوي حاولوا ديروا هاد الطابع. الشكل ديال هاد الشباكيه كما كتشوفوا ساهله مهله، كنحاولوا نسدوا الطرفين بجوج بحال هاد الشكل هذا، كنقرصوهم باش ما تحلش لكم في القليان، وكنجمعوها هاد الشكل، كنجمعوا اليمين على اليسار وسدوا، كتجيكم ساهله بحال الشكل ديال التاج، ولكن كنحلوها كتجيكم محلوله كيبان دوك الرؤوس. العدد ديالهم كامل لان يعني كيكونوا خمسه. صافي غنحطوهم، المهم كنكملهم كاملين بحال هذا الشكل هذا. غنحاول ندير لكم شحال من وحده باش تشوفوا الطريقه مزيان. يعني ساهله كما كتشوفوا، وتجيكم هي شباكيه بحال ما تقديش الشباكيه، والشكل ديالها مغاير سهله، تقدري تصاوبيها دغيا دغيا كما كتشوفوا. هاكا نشدوها كنقرصوها كيجيكم داك الشكل بحال الشكل ديال التاج. تقدروا ديروها داي دايره ولا ديروها بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نحطوها في شي طاوه نستفوهم حتى كملوهم كاملين نفس الطريقه لجميع الوحدات. تابعوا اخواتي طريقه التحضير، طريقه ديال الشباكيه الشكل ديالها كيفاش كيكون من الاول حتى الاخر. بعد ما كنكملهم كاملين تقدري تخليها يعني تا من بعد طيبيها، تسخني الزيت مزيان كما كتشوفوا، نسخنوها مزيان. بعد ما كنبغي نحطوا لها الشباكيه كنقصوا العافيه باش ما تجمعش وتتحرق دغيا لان الزيت سخونه. مهم نحطوها وحتى كتشوفوا تجمعات، ومن بعد تنقلبوها. واخا ما كتكونش محمره كنبدا نقلبوهم ملي كتجمع كتقصح، ونحاولوا انا نخليوها حتى كتحمر بحال هذا الشكل هذا. مهم كتشوفوا نتوما انها كتحمر دغيا، حاولوا تغسلوا العافيه عينكم ميزانكم، ما تخليوهاش يعني تحمر من برا والداخل باقي ما طيب. كنهزوا واحد الشبيكه بحال هكا نجمعوهم، وحاولوا انكم تقرصوهم مزيان باش ما يتحلوش. كنديروهم في العسل، بعد ما تيشربوا ديك العسل كنحطوهم في الصفايه، وكنحطوهم ملي كيتصفاو كنديرهم في الطبيسيل بحال هذا الشكل هذا. كتجي رائعه، شكلها يعني جميل، يعني ما
كتعرف الشبكيه ولا كتجيك صعيبه، هاد الطريقه حتى هي زوينه وماذا ديالها كيكون بحال لي الشبكيه مقومه، يعني فيها نافع، زنجلان، القرفه، يعني تقدري ديري اللوز، مهم كاين عده اشكال كتجي لذيذه اخواتي. تابعوا يعني غير تبعوا الطريقه، كتجي خفيفه شاربه العسل كذلك، ولا كانت يعني بغيتي تحتفظي بها ديريها في المجمد وتبقى مزيانه. المهم هذه الكميه اللي كتخرج لنا من داك كميه ديال نص كيلو تقريبا، زايد واحد شويه 100 غرام بحال هكا، تخرج لك تقريبا واحد كيلو وكيلو وزياده. من بعد ما يعني كديرها في الطبيصه كترشو عليها هكا الزنجلان، اولا حتى كتبغي تحطها في الطبيصه هكا ما تبغيو تاكلوها، او تخليوها في مجمد بلا زنجلان. كتجي خفيفه كما كتشوفوا رطبه، يعني احتفظوا بها قبل ما ترشوا عليها، حتى كتبغيو تحطوها في كما قلت لكم في توجدوها تحطوها في الطبق ساعه ديروا فيها الزنجلان وتزيدوا عليها كذلك العسل. مهم هذه هي الشباكيه ديال النهار، شباكيه بشكل جديد سهله مهله بلا ما تضيعي الوقت بزاف في التشباك. صوبيها وغادي تهناي من الشباك اللي كيعقدك بزاف شويه، واخا كتصاوبي هذا العام العام الجاي كتنسيها. المهم هذه الطريقه راه سهله مهله. نتمنى اخواتي ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، ما تنساوش لايك، ما تخلوش عليا بلايكات، واشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركتوا فيها. ومع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله، إلى اللقاء.